عين إسرائيل الاستخباراتية، عقل الموساد الذي يفكك الشفرات، ومقر قيادة الحرب الإلكترونية، مهام عالية الأهمية جعلت من هذه الوحدة هدفاً استراتيجياً لمن أراد إيلام تل أبيب. فما هي الوحدة 800 و200 الإسرائيلية التي أعلن حزب الله استهدافها رداً على اغتيال القيادي فؤاد شكر؟ هي أكبر وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، لا تقتصر مهمتها على التجسس الإلكتروني فقط، بل تختص أيضاً بتطوير كل ما يخص جمع المعلومات، بل واختراق قواعد لبيانات الدول وتدميرها إن لزم الأمر. قد تكون تجسس عليك أنت شخصياً. نعم، إلى هذا الحد تمثل الوحدة 800 و200 سلاحاً سبرانياً خطيراً. فمثلاً تقول الجارديان إنها ضالعة في تصنيع فيروس ستوكسنت الذي استهدف البرنامج النووي الإيراني عام 2007. بدايتها تعود إلى الثلاثينيات، حينها كانت إمكاناتها متواضعة للغاية، لكن عقب النكبة تطورت الوحدة وتألفت من فرق استماع استراتيجية، وفي الخمسينيات انتقلت إلى معسكر جيليليوت الذي أعلن حزب الله استهدافه، وهناك تطورت إمكاناتها كثيراً. وحدة استخباراتية يروجون لإمكاناتها بوصفها عملاقة، لكنها فشلت في الاختبار حين غفلت عن تحضيرات عملية 7 أكتوبر. فهل لم تتأثر فعلاً الوحدة بهجوم حزب الله، أم أن النفي الإسرائيلي يخفي بين طياته الكثير؟